الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن انخفاض حيازة العراق من السندات الأمريكية إلى 19 مليار دولار خلال شهر تموز الماضي. ووفق جدول نظرته الخزانة، فإن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر تموز انخفضت بنسبة 10.1% لتصل إلى 19.47 مليار دولار. وأظهر الجدول أيضا أن هذه السندات ما زالت مرتفعة حتى شهر كانون الأول من عام 2020 بمقدار 11%، عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار. وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 8.843 مليار دولار، وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 10.204 مليار دولار. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل 189 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضا في مبيعاته بنسبة تصل إلى 10.85% لتصل إلى 189 مليون و495 ألف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 173 مليون و375 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 16 مليون و120 ألف دولار بشكل نقدي. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض اقترب من كسر حاجز التسعة ليرات مقابل الدولار الواحد. وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن الأتراك العاملين خارج البلاد حولوا 35 مليون دولار إلى البلاد في آب بانخفاض بنسبة 27% عن العام السابق و 7.9% عن تموز الماضي. ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فقد بلغ إجمالي التحويلات إلى تركيا منذ بداية العام 326 مليون دولار، بتراجع نسبته 24% على نفس الفترة من عام 2020. أظهر مسح جديد أجرته منصة S&P Global Platts أن العراق وروسيا كانتا الأقل امتثالاً لحصصهما الإنتاجية من بين أعضاء أوبك بلس في شهر أيلول الماضي. وذكرت المنصة أن إنتاج دول أوبك بلس في أيلول بلغ 40.73 مليون برميل يومياً، بعد أن سجل 40.26 مليون برميل يومياً في آب الماضي. وضخت الدول الثلاثة عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 27.29 مليون برميل يومياً، بزيادة تصل إلى 320 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق. ووجد المسح أن روسيا ضخت 9.86 ملايين برميل يومياً فقط فوق هدفها البالغ 9.70 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع العراق إلى 4.18 مليون برميل يومياً متجاوزاً حصته البالغة 4.11 ملايين برميل يومياً. ارتفع أسعار النفط لتزيد المكاسب التي تغذيها انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات من أوروبا إلى دول أخرى في آسيا. وارتفع خام برنت 19 سنتاً ليصل إلى 83.84 دولاراً أمريكياً، كما ارتفع سعر النفط الأمريكي 14 سنتاً ليصل إلى 80.66 دولاراً. وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وأبلغت قطر، وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، العملاء أنها غير قادرة على المساعدة في إزالة شرارة أسعار الطاقة وإمداد السوق بمزيد من الوقود. إلى اللقاء.